الميدان. حمزة الأحمر مخالفة للنجم حمزة الأحمر والهدف ضد الثنائيات للبشير وسجل النجم الإذاعي الهدف الأول الأنفع لحمزة الأحمر الذي حسب كيفه منذ قليل هدف سيكون حاسم في مشوار التأهل للنجم في لقاءات المجموعات وضع هدف مساحي يستحق الأسبق اليوم من خلال مجهوده التنفيذ. هل راح يسدد الكرة على المرمى؟ رامي الجريدي يتابع وهنا رامي يعطي السافرة وكرة تتصوب جول جول. الله يا حمزة الحمر على هذه الأهداف الجميلة تسديدة قوية. رامي كيفاش باش تكون مع معز حمزة الأحمر والتصويب والثاني والثاني الأحمر في العمل ممكن يعيش بالصدفة حمزة الأحمر يبارك فاروق ورامي ومعز بن شريفية عدويون يباركون من حمزة الأحمر في مثل هذه الكرة الثابتة.